طيب، على ذكر الدول الداعمة لجيش الاحتلال الإسرائيلي والمؤيدة لتصرفات بنيامين نتنياهو، هناك صدمة تركية وصدمة لرئيس أردوغان من تصرفات الرئيس الألباني الداعم لجيش الاحتلال الإسرائيلي، خاصة وأن الرجل في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة يظهر دعما كبيرا للاحتلال الإسرائيلي، وارتدى حتى شارة داعمة لما وصفهم بالرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة، وبالرغم من أنه رئيس أردوغان التقى به على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في محاولة لإثنائه عن دعم اللامحدود لإسرائيل ودعم الذي من المفترض أن يوجه لفلسطين، لكن الرجل مصمم على السير في هذا الاتجاه. بماذا تعلق؟ الرئيس الألماني والألباني. ألباني، نعم. أنا سمعت كأنه رئيس الألماني، لأنه صدمة بالفعل، يعني من المفترض دولة مسلمة وفي النهاية تدعم الاحتلال الإسرائيلي ويظهر رئيسها بهذا الشكل أمام المجتمع الدولي داعم للاحتلال الإسرائيلي. نعم، هي دولة بلقانية ومن دول البلقان. فعلا نحن رأينا 1992 أو ما بعده ماذا حصل في بوسنة وهرسك. نعم. وألبانيا دولة شعبها مسلم، لكن هنا ألبانيا في هناك علمانية قوية. نعم. هم ألبانيا مختلفة شوية مجتمعيا وكنظام دولة من الدول البلقانية أخرى. يعني بالنسبة للموقف، ما يعني دعم لإسرائيل فعلا عجيب، يعني